أنا طبعا كل شيء اعتذر منكم. شو غير شكو وتش عليك؟ هاي سبب العاصفة هاي. شو عاصفة ترابية تسبب؟ إيه البارحة ده نفش البيت عندنا زولية كلش كبيرة صعدتها فوق السطح. خويا أنا صعدتها فوق السطح نفضتها نفضة من هاي صغيرة خير؟ لا 250 متر 240 متر ومحملة تراب. تراب ونظر عبي بيتو كبير ليش وزوالي كابول مثل سوالي هسه شطيطة هون مانا كل كبير كبير خويا لزمتها وشان الفضها نفضتها وصارت الدنيا حمراء عجاج تراب عجاج عجاج وتش دعوة النفضة هاي هاي يمكم زين اي احنا بعيد احنا اليمنى اندفنت العالم ما كل منطقة كلها اندفنت تراب لعد هو ابو شابات شون الدفن بالتراب شو ايه صار لكم ما غاسليها صارنا حوالي 10 سنين ما غاسليها عشرين وداعتك وين نغسلها صح فديوم فكرنا نغسلها وين وديناها ملعب الشعب أوه. خويا مديناها بملعب الشعب ما كفه صعدنا على المدرجات ما كفه كبيره كل كبيره بوقت لعبه الزوراء بيوم الغسله اي عفي خسروا 2-0 ديال الحشيش وبلل من الزوليه وش قد جبنا حوالي جبنا 2001 بس يجي الفول بولي وش قد نجيب بها سنتين ضلينا نجلف طبعا 2001 يجي الفول بها لا 2001 يجي الفول بها نفر نفر مو موديلها مو موديل شلون اسمه هذا ايش اسوي بعد الله يساعدك يا المشكله كبيره هاي